خصصت مبلغ مالي مقدر بـ4 ملايين للعطلة الصيفية. هذا الصيف قررت نعقبه هنايا في بلادي، في شواطئ بلادي، في السواحل تاع بلادي. خصصت 8 ملايين للفاكونس تاعي الصيفة هذه. بربي ان شاء الله راني ماشي للبجاية، سكيكدا وجيجل، هادو راهم عاجبيني العام هذا، بربي ان شاء الله نكون فيهم. خصصت مبلغ مالي ما بين 10 و 15 مليون، وان شاء الله تكون خارج الوطن باش نجوزوها مليحه ونرجعوا نعاودوا نرجعوا ننشطوا ونخدموا والحمد لله. من 10 حتى 12 مليون انا شتيت هذا العام نروح للغرب، تما انا جامي راه ثلاث لمسان واعر شتيت نشوف مثلا ديكوفري سياحه فين لي بلاج الباعيين لي بلايص الملاح وهذيك. حوالي واحد 500 اورو خليتها اسمها بان عقب فيها الفاكونس تاعي ديسيديتو في تونس. انا ما خصصت حتى مبلغ العطله الصيفيه، ثم ساعات نروح ويكاند، ساعات نروح نكون ريبو جور سيمان نروح نهار، كل مره وكيفاه نصرف. هذا نصرف 200 الف 400 الف كل مره كيفاه، سا ديبون البلاصه اللي تروح لها. هنا نحوسو ندورو الشواطئ الجزائريه القراب سيرتو لهنا القسم تاعنا، نروحو بلايص القراب جيجل سكيكدا عنابه. خيرت انا عندي 7 ملايين ولا 8 ملايين خليها ميزانيه نروح نعقب بها فواياج سياحه هنا. خيرت نروح جويه عنابه الطارف سكيكدا ونشوف لكان تكفيني، مع انه الميزانيه تبان شويه ناقصه.